ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. كل سنة طيبين. النهاردة 2 رمضان، واللي فاتته حلقة امبارح احنا اتفقنا ان كل حلقة هتبقى 3 اجزاء. الجزء الاول احلى كلام، يعني هنختار احلى حاجة ممكن نقولها له. الجزء الثاني خلي بالك، خلي بالك دي مهمة جدا جدا. الجزء الثالث رسالة من رسائل السادة المشاهدين الطبية. نبدأ هذه الحلقة بنصيحة، يعني لو كل واحد عملها فعلا هتكسب كتير جدا جدا. رمضان شهر معروف قيمته، معروف قيمته كويس جدا جدا لأي مسلم. تقول له رمضان جسمه يتزلزل. فما رأيك أن يكون هذا الشهر فرصة للتوبة؟ فرصة. اللي بياخد مال بدون وكا حق يتوب، اللي له علاقات نسائية غير مشروعة يتوب، النمام يتوب. عد بقى. طب وهو ربنا وعد بهذه التوبة؟ طبعا ده مش وعد بالتوبة، ده غلظ العقوبة على عقوبات شديدة عشان تحس ان الحكاية سهلة. غلظ عقوبة بس على حاجات شديدة تقوم تحس الله ده انا بالنسبة بقى للي بيعملوا كده سهلة. تعال اسمع ربنا قال ايه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والذين لا يدعون مع الله الها اخر. خلاص يبقى المشرك هو ده، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ما قالش ربنا 2. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. في أبشع من كده؟ تمسك سكينة وتقتل واحد. شوف ربنا جايب الجرائم الجسيمة وحط لها عقوبات إيه، والآخر قال إيه. خلي بالك من كل كلمة بقولها. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. طبعا حرم الله إلا بالحق اللي واخد إعدام، اللي واخد إعدام ده مستثنى، ده راجل بيتنفذ فيه عقوبة، هذا هو الحق. فده مش من ده كلامنا. إنما واحد أنا متغاظ منه قتلته، واحد طار كما يفعل بعض الناس اللي ما يصحش ده، يعني عادة لازم تنمحي تماما. طار هقتله عشان قتل ابن عمي. طب ما في قانون وفي دولة، معلش مش مشكلة. لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الزنا جريمة بشعة بشعة، اختلاط أنساب، ده ابني ولا مش ابني، إلى جانب الأمراض اللي بيجيبها الزنا كتير، مش ده مجالها. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال 3 جرائم وقال لهم ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب. بدل ما تاخد العذاب واحد هتاخده 2 يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. مفيش بعد كده بقى، مفيش بعد كده. 3 جرائم اتحط لهم عقوبة. خلي بالك من كلمة يخلد فيه مهانة، يعني هتفضل العمر كله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أدي 1. لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أدي 2. لا يزنون، 3. طب اللي هيعمل كده يفعل ذلك يلقى أثامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. إلا مين؟ بص بقى الكلمة اللي أنا عايز أقولها لك اللي هي أحلى الكلام. إلا مين؟ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ينهر أبيض، ينهر أبيض بقى، كل الجرائم اللي عملتها تتبدل حسنات. آه هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، ضخم في الجريمة وضخم في العقوبة، وبعد كده طبطب عليك. أظن مفيش طبطبة أكتر من كده.
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذه الآية سورة الفرقان 63، ما تنامش النهاردة إلا ما تقرأها. الفرقان 63 ما تنامش إلا ما تقرأها. نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله. قبل الفاصل كنا حطينا الضوء على آية إن ربنا سبحانه وتعالى بيبدل السيئة حسنة. يعني تخيل كل اللي عملته النصايب ده تبقى حسنات. كيف؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مش أي حد يعني. ده كان أحلى الكلام. إحنا في فقرة خلي بالك، خلي بالك هتزعل ثلاث ارباع المشاهدين، هتزعلهم، بس انا امانه عشان امام الله ابقى خلصت ذمتي من ربنا هكلم على التدخين. احنا بنصوم تقريبا 18 ساعه. على فكره كان طلعت مره موضه كده من حوالي 10 سنين يقول لك التدخين لا يفطر، انت ما اكلتش وما شربتش. ما هو الافطار تعريفه ما دخل عن طريق احد الفتحتين، يا الشرج يا البق. قال له طب ما جميل قوي 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 قوي، يعني اذا تعاشر زوجتك في نهار رمضان حلال، ما انت لا اكلت ولا شربت. هل هذا منطق؟ ولا انت بتمنع نفسك عن اي شهوه بما في ذلك شهوه التدخين؟ مش حكايه اكل وشرب يا اخوانا. طيب واللي بيشتم ملوش صيام، واللي بينام ملوش صيام، طب ما ده ما بياكلش وما بيشربش. فالتدخين ده في واحد، يعني مش واحد، انا اعرف ناس كتير المغرب جدا يروح مولع سيجاره ما ياكلش، ما ياكلش تدخين، وقبل الفجر ما يدن ياخد سيجاره يلحق. طب ما انت قعدت 18 ساعه بدون تدخين، ما تكمل يا اخي. طب ايه رأيك لو خدنا العهد على نفسنا نقعد 30 يوم من غير تدخين ونشوف بعد كده؟ هي مشكلة المدخن ايه؟ زمان كانوا فاكرين التدخين ده زي القهوة والشاي عادة، اما ما خدش فنجان القهوة الصبح اتعكنن، لما ما خدش سجارة الصبح اتعكنن. لكن طلع غلط الكلام ده. غلط امتى؟ لما تغير تعريف الإدمان. الإدمان كان تعريفه زمان كالآتي: أي مادة ياخدها إنسان وامتنع عنها تيجي له أعراض اسمها أعراض انسحابية قد تودي بحياته، هو ده الإدمان. ترامادول، ياخد ترامادول لو وقفته مرة واحدة ممكن يموت، ممكن يعدي. عشان كده احنا بنقول المدمنين لازم يعرض نفسه على طبيب. طب اتغير تعريف الإدمان إلى إيه؟ قال لك اي ماده تعمل مستوى في الدم بقيت مدمن لها. اي ماده خدت عينه دم لقيت فيه مستوى لها في الدم تبقى مدمن. فلما خدوا عينه دم من مدخن لقوا النيكوتين له مستوى، له مستوى، خلاص بقى التدخين دخل في الادمان. فعيب عليك تبقى رجل متعلم بتقرا وبتكتب ومتدين، متدين صايم وتشرب سيجارة. ده مش بتكلم على رمضان، بتكلم عموما. وبقول المثل اللي قلته 5000 مرة وحقوله لك تاني في تاني يوم رمضان: يا مدخن، لو دخلت سوبر ماركت عايز تشتري سمنة، داخل سوبر ماركت كبير عايز تشتري علبة سمنة، لقيت علبة السمنة مكتوب عليها هذا السمن مسمم، هتشتريها؟ طبعا لا، طبعا مش هشتريها، ده مكتوب عليها مسمم. اقول لك طب ما انت بتقرا كل يوم، ده انت بتقراها كل يوم، كل يوم بتقرا التدخين يسبب الوفاة،
ده مين اللي كاتبها لك؟ ده اللي بيكسب منها، ده المصنع اللي عاملها كاتب لك كده، ومع ذلك بتشرب. كتير من المرضى اقول له انت معاك فلوس كتير قوي يعني؟ يقول لي يعني ايه يعني؟ مش فاهم. اقول له يعني معاك قرب المليون جنيه؟ يقول لي انا معيش ثلاث تعريف. اقول له امال هتعالج ازاي من السجاير؟ هتتعالج ازاي؟ لا قدر الله لو جالك سرطان في اي حته. على فكره السجاير ما بتجيبش سرطان في الرئه بس. السجاير ما بتجيبش سرطان في الرئه بس، هذه الفكره طلعت غلط. سرطان القولون اكثر في المدخنين، سرطان المثانه اكثر في المدخنين، سرطان الدم اكثر في المدخنين، سرطان المعده اكثر. اقول له معاك فلوس لو جالك لا قدر الله جالك سرطان، معاك فلوس تتعالج؟ يقول لي لا ما معيش. اقول له طب ما تبطل. طب ما تبطل. علاقه التدخين بالسرطان فيها نظريات كثيره جدا جدا جدا. من اجمل النظريات اللي انا قريتها وعجبتني جدا ان كلنا عندنا ماده في الدم مسرطنه. كلنا. مفيش مخلوق الا عنده ماده مسرطنه في الدم، ولكنها لا تعمل. تاني، كل البشر عندهم ماده مسرطنه في الدم ولكنها لا تعمل. لا تعمل. النيكوتين يخليها تعمل. النيكوتين اللي سيادتك فرحان بيه ده خلي الماده المسرطنه تعمل، عشان كده تعمل سرطان في اي حته. مش حكايه رئه، ده بتعمل في اي حته في الجسم. عشان كده فرصه، فرصه خطيره. رمضان بتقعد 18 او اكتر ساعه في اليوم بدون سيجاره. كمل. كمل ال 30 يوم من غير تدخين والغي هذه السيجاره. ما اقولكش بقى يوم العيد تشتري علبه تفرح بيها، لا، ده نيه، نيه للتوبه. توبه من التدخين، لانه ده خطير جدا يا اخوان، جدا. التغيرات اللي بيعملها التدخين في الرئه ملهاش حل. ملهاش حل. الرئه نسيج ضعيف جدا جدا جدا. أضعف نسيج في الجسم. إذا قورن الرئة بالكبد، الرئة ضعيفة جدا. إذا قورن الرئة بالطحال، الرئة ضعيفة جدا. إذا قورن بالقلب، ضعيفة جدا. بالعضلات، أضعف نسيج ربنا عمله في الرئة. ليه؟ عشان يقدر ياخد الغذاء. ده بيتعامل مع هواء، بيتعامل مع هواء. التغيرات اللي بتحصل في الرئة من السجاير ملهاش حل. ملهاش حل. اذا حصل احتباس هوائي ولا حصل تمدد في الشعب ولا ولا ولا، ملهاش حل. فليه تعمل كده؟ ليه يا مدخن تعمل كده؟ ليه تضحي بنفسك؟ ليه تضحي بنفسك؟ احنا عندنا لسه قايلينها امبارح، اللي شاف حلقه امبارح، من الخمسه اللي تحافظ عليهم الحفاظ على النفس. اتحطت في مستوى مين؟ الدين، العقل، العرض، المال، الحفاظ على النفس. محطوط خمس حاجات. طب وده حفاظ على النفس؟ لما تشرب سيجارة في اتنين في تلاتة، ده في ناس بتخلص علبة في اليوم، ده حفاظ على النفس؟ طب ما انت كسرت الدين اهو. انا بقول له كل واحد مدخن، عملت حساب يوم ما تقف بين يدي الله؟ اعمل حساب اليوم ده. نلتقي بعد الفاصل ان شاء الله. قبل الفاصل كنا بنقول خلي بالك من التدخين. اخر كلمة وقفت عندها، انت عملت حساب اليوم اللي هتقف بين يدي الله هيقولك ايه؟ هو بيجمع لك انت صرفت حوالي 300 الف جنيه سجاير. احسبها 300 الف جنيه. وابنك كان عايز جزمة ما جبتهالوش، كان عايز كتاب قلت له لا ده غالي، كان عايز حد يعلمه ما دفعتلوش. انت مش حاسس لانك بتدفع بالتقسيط. علبة السجاير معرفش بقت بكام دلوقتي، بس يوم القيامة هتجمع لك يقولك انت صرفت كذا تدخين. هل هذا طيب؟ بلاش. انا مديك صحة زي الفل، ضيعتها ليه؟ ضيعتها ليه؟ خلي بالكو الحكاية مش سهلة. نخش بقى في الجزء الطبي. في ريحانة بعت رسالة جميلة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا اسمي مريم، أنا عندي مريم برضو خلي بالك، يعني عمري 23، عندي مشكلة، أنا عندي أحيانا القلب بيدق بينبض سريع لدرجة إني بتنفس بصعوبة جدا، وبعده يجي لي دوخة، مش عارفة هل ده طبيعي ولا لا. بادئ ذي بدء، لا مش طبيعي، بادئ ذي بدء مش طبيعي، لكن عندنا تغيرات في ضربات القلب قد تكون خطيرة وقد تكون لا قيمة لها. يعني عندي ضربات القلب يا مريم مهمة جدا جدا جدا، مهمة. يعني ايه؟ فاكرة يا مريم يوم ما اتولدتي؟ افتكري كده معايا يوم ما اتولدتي، يوم ما اتولدتي حسيتي دقة قلبك، حسيتيها، لكن مفيش اسبوع خدتي عليها. يعني ايه خدتي عليها؟ هل دي كلمة طبية ولا كلمة كده انا جايبها من عندي؟ لا، خدتي عليها. في حاجة اسمها التأقلم او التبلد، في حاجة اسمها التأقلم او التبلد. لما افضل يعني في واحد ساكن على النيل منظر غير عادي، فبقول له واحد انت ما بتفتحش البلكونه، ساكن على النيل هو ما بتفتحش البلكونه، قال لي البلكونه دي بتبص بيها الضيوف. قلت له امال انت ما بتقعدش ليه؟ قال لي اتعودت عليها، تاقلم. والعكس تماما، واحد ساكن في حته مش حلوه وحواليه المجاري طافحه ومش متضايق، ليه تاقلم؟ التاقلم أو التبلد نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة إن الواحد يتأقلم أو يتبلد لشيء معين. فقلبك دق بس أسبوع تأقلمتي، بيعمل كده. تأقلمتي على إيه يا مريم؟ على ثلاث حاجات، على عدد ضرباته، على قوته، على انتظامه. ادي التلاتة اللي بقلبي بيتعود عليهم. قوة الخبطة في الصدري اتعودت عليها، عدد الضربات اتعودت عليها، انتظامه اتعودت عليه. اذا لو حسيت دقات قلبي 100% حاجة من التلاتة اتغيرت. اما قوة الضربة زي اللي عندهم صمامات دب، مع ان عدد الضربات هو وانتظامها هو ما فيش اي مشكلة، لكن الضربة بقت قوية لوجود صمام ضغط او اي حاجة، او الضربات بقت سريعة، لا يمكن تحس دقات قلبك لما تجري. تقولي طب لما اجري حسيتها ليه؟ لان كانت 70 بقت 140 فحسيتها. كلنا حسينا هذا الاحساس، تلاقي قلبك تك خبط خبطة غلط كده، يقول لك قلبي فوت. ليه؟ حسيتها ليه؟ لان ده عدم انتظام. يبقى اللي يحس دقات قلبه اما عدم انتظام، واما في العدد اتغير سرعه القلب اتغيرت، او في قوه ضربه القلب. دول الثلاث احتمالات ما لهمش ربط. انت بتقولي انا حاسه دقات قلبي، ماشي موافق، بس ممنوع منعا باتا اعالجك الا ما اشخص. ممنوع يا مريم العلاج، واحد هيقول لك خدي كذا، ممنوع. ليه بقى؟ لان ضربات القلب عندنا نوعين، في حميد جدا 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 وده المعظم، لكن في نوع مش لطيف. طب اعرفها ازاي؟ طب ما انت هتجيلي العياده ساعه ما تكوني عندي في العياده واكشف عليكي، مش لاقي حاجه لان الازمه مش موجوده. العلماء ريحونا، عملوا لنا حاجه اسمها هولتر. الهولتر رسم قلب 72 ساعه، حاجه زي الموبايل كده تحطيها في جيبك وتتعلق، هم هيعلقوها لك وتعيشي بيها، تاكلي وتشربي وتتحركي وتطلعي سلم وتروحي شغل، كل حاجه، كله ما عدا الحموم، كله عشان ما بوظش الجهاز. هو بيسجل القلب بيدق بين 110 و 120 ألف دقة في اليوم. القلب بيدق بين 110 و 120 ألف دقة في اليوم. حاولي يا مريم هاتي كالكوليتر عشان تقومي تسجدي لله
وتقولي سبحان الله يا رب. لو واحد عاش 80 سنه عارف قلبه يدق كم دقه؟ احسبيها 3 مليار و500 مليون. 3 مليار قلب وماشي ما بيشتكيش، قاعد يشتغل لواحد سنه 80 مش اكتر من كده. 3 مليار و500 مليون دقه. قولي لي مكنه تشتغل كده مهما كانت، قولي لي مكنه تشتغل كده عشان بس الواحد يقول سبحان الله. فانت هتعملي هولتر، هنشوف نوع الضربات بتاعتك ايه. هل هي من نوع بسيط اللي بيجي عادي جدا اللي احنا بنسميه يعني كهرباء قلب حميده ما فيهاش اي مشكله، ولا محتاجه علاج؟ لان انت ده شكوى بس، والطب يا مريم يبدا بالتشخيص. الطب يبدا، اوعي حد يقول لك خدي الدواء ده هيهدي ضربات القلب. اه هيهديها بس ما تعالجتيش. انا لا اعالج اعراض، لا اعالج اعراض، مصدع. طيب ما جايز مليون احتمال. نلتقي باكر ان شاء الله.